امور مطروحه عن البحث في اللحظه هذه، انه هناك اتجاه للرئيس مئاتي ان يحذو حذو الرئيس سعد الحريري او انه ما يترشح، هل هذا الجو موجود؟ وكمان الرؤيس السنيور وبالتالي نادر رؤساء الحكومات السابقين ما بيترشحوا وبيكونوا يعني مصطفين الى جانب الرئيس الحريري. في لقاء جمع على عني امبارح، لكن بالتاكيد الرئيس الحريري ما رح ياخذ خياراته بدون تشاور معه. قصه الرئيس نجيب ميقاتي غير محسومه حتى اللحظه انه لن يترشح. الرئيس ميقاتي كل اوساطه عم تقول انه لن يترشح، ولكن بالنهايه الرئيس تمام اسلام اعلن رسميا يجب ان ننتظر اعلان رسمي من الرئيس ميقاتي. عندك جو على الرئيس فؤاد السنيوره؟ هو بده ياخذ قراره ويعلنه. اكيد ما في مقاطعه سنيه للانتخابات؟ خليني اقول لك القرار مقاطعه رسمي اكيد. نعم. لا، لكن نسبه المشاركه انا بظن انها بهالحالات رح تكون متدنيه. وعمليا هيدي شبه مقاطعه، خليني اقول بهالحاله هيدي. اها. لهيك ما في قرار يعني بهالموضوع هيدا من قبل لا تيار مستقبل ولا القيادات السنية الأخرى. هناك سيناريو أنه تطير هذه الانتخابات كما يقول البعض؟ الانتخابات بتصير بغض النظر على مشاركة، إذا ما في أعلان رسمي بعدم المشاركة بدها تصير انتخابات على الحالتين. الإشكال الكبير هو أنه كيف ستخلى الساحة ولمين؟ ومين رح يطلع شخصيات جديدة؟ لهيك خليني أقول إنه هيدا الكلام هلأ اللي بدنا نحكيه. وأنا بتوقعاتي إنه بهالحالة هيدي حجم المشاركة بالمناطق اللي فيها تيار مستقبل بشكل أساسي، وأنا ما بدي أحكي لا سني ولا غيره، رح تكون أقل من المتوقع. أنا بالنهاية إنسان ملتزم وحزبي، قلت إنه أنا ألتزم وأترشح فقط على بقرار من تيار المستقبل وعلى لوائح تيار المستقبل. هل يمكن أن يخلي سعد الحريري الساحة لبهاء الحريري؟ مقصد الرئيس سعد الحريري ليس إخلاء الساحة لبهاء الحريري، يعني القضية ما لها علاقة بهالشيء هذا، لأنه بكل موضوعية بقول لك الأستاذ بهاء الحريري كل شيء بنعرف عنه أنه رجل أعمال ناجح فقط لا غير، أما على المستوى السياسي فلا يزال سراب، لا نعرف شو مدى صحته وحقيقته.